السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنقوم بحصاد الفاصوليا الحمراء. فاتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعملوا اشتراك القناة ولايك للفيديو، واتمنى تشاهدوا خطوات الحصاد. وطبعا مثل ما تلاحظوا هذه الفاصوليا الحمراء اللي زرعناها بعد 3 أشهر بالضبط. مثل ما تلاحظوا هذه طبعا الثمار اللي ان شاء الله حنحصدها اليوم. طبعا لو لاحظنا امامكم التربة نشفة، لانه مثل ما تكلمت في اخر فيديو انه انا قلت لازم بنتوقف عن ري النبات حتى الثمار تصبح جاهزة للحصاد. مثل ما تلاحظ امامكم ما شاء الله هذا النبات، طبعا مثل ما تلاحظوا الاوراق بدأت تصفر، وهذه اول علامات نضج المحصول. فان شاء الله حيتم الحصاد. مثل ما تلاحظوا هذه الثمار، مثل ما تلاحظوا، وهذا طبعا النبات ان شاء الله اليوم حنقوم بإزالته، وان شاء الله حنبدأ نجهز المكان هذا حتى نزرع الجلبانة او البازلاء مثل ما تلاحظوا امامكم. فحنقول بسم الله ونبدأ الحصاد. مثل ما تلاحظوا امامكم ما تلاحظوا احنا طبعا حنقوم بإزالة النباتات يعني الشتلات كلها، وحنبدأ نجهز المكان ما تلاحظوا امامكم. ما تلاحظوا ومثل ما تلاحظوا امامكم. وطبعا بعد ما انتهينا مثل ما تلاحظوا هذا المحصول، فحنقوم بإزالة الشتلات مثل ما تلاحظوا حتى نبدأ نجهز المكان. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه ثمار الفاصوليا، مثل ما تلاحظ امامكم طبعا بعد التعب والمجهود، فلازم واحد يلقى يعني انتاج او محصول مثل هذا. مثل ما تلاحظ امامكم وان شاء الله حنتابع بقية المحاصيل، واستنونا في الحلقة القادمة في زراعة الجلبانة، وان شاء الله ملتقانا في الفيديوهات القادمة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.